أصدقاء المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هذا فيديو قد يكون صادم، حيث تم اغتيال عضو مجلس القيادة الإيرانية أثناء تواجده في بنك، حيث أطلق عامل الأمن طلقات الرصاص من البندقية الآلية التي كان يحملها عليه، وتم وفاته في الحال. ما سبب أو ما الدوافع التي أدت رجل الأمن إلى أن يفعل هذه الجريمة البشعة في إيران داخل أحد البنوك؟ هل هناك ثأر بينه وبينه؟ هل هناك مشاحنات بينه وبينه؟ لم يصل إلينا أي أخبار جديدة غير هذا الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي. إلى هنا ينتهي الخبر، لم يعد لدينا المزيد، لكن لدينا الجديد. فابقوا معنا وتابعونا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لحسن متابعتكم ودعمكم المستمر. انتظرونا في قادم الفيديوهات بإذن الله.